انا هرجع لحضرتك تفصيلا عشان انا كمان انا عايز النهارده يبقى كورس تدريبي للساده المشاهدين وليا، انه يا جماعه انه الشغل الدفاعي ده مش انه انا بقول للعيبه يا جماعه هننزل الملعب ونترصص ورا وما نتحركش عشان اللعيبه من داخل. الناس احيانا بتتصور الشكل الدفاعي كده، دفاع من اجل هدف يعني مش دفاع فقط بحت. كل فرق العالم، اكبر فرق العالم يعني مثلا نمسك مان سيتي مع جارديولا، هل جارديولا لما بيدافعش بدفاع جيد؟ بيدافع طبعا، لازم يدافع جيد عشان مرمى نمره واحد ما يمناش باهداف. صح، انا بتكلم كتيم. فلازم جارديولا هيشتغل على التنظيم الدفاعي الجيد للتيم ككل. كل واحد في المنظومه ترس بيؤدي الادوار دي بشكل كويس جدا، وبعد كده بيتطور في النواحي الهجوميه. ايه اللي بيفرق في النواحي الهجوميه؟ حاجتين مهمه جدا، الكواليتي بتاع اللعيبه الجيده في الأبروج، ثم التكتيك. صح، اللي بيرسم المدرب التكتيك ده هو اللي بيتدرب عليه الفريق دفاعيا وهجوميا. صح، كل كرة العالم في العالم أو كرة القدم تعمل بحاجتين، دفاع وهجوم، تحولات من الدفاع للهجوم وتحولات من الهجوم للدفاع. صح، أيهما أسرع؟ من اللي هيستحوذ؟ ثم طوروا في الاستحواذ. أيوة، ثم طوروا في الهاي بريسنج، ثم طوروا في البريسنج في منطقة نص الملعب، ثم النزول في المناطق الدفاعية، كيفية أنك تدافع عن مرمك بشكل كبير جدا. كمان ما تنساش الكواليتي بتاع الفرق، الفرق في فرق مصنفة رقم واحد. صح، فأنت أنت كمدرب لابد تتمتع بالواقعيه. أيوة، ايام الفرق مع الفرق الكبيره عشان تفرض استراتيجيتك وتفرض اسلوبك وانت يبان شغلك كمدير فني، لان الماتشات الكبيره دي زي الاهلي زي الزمالك زي بيراميدز بتبين قدراتك الشخصيه كمدير فني، تكتيكيا داخل الملعب، هيمنتك على الفريق، تنفيذا للاوامر، استراتيجيه اللي انت بتتبعها، الفلسفه اللي انت بتنتهجها، وده بيبان ادائك في الفرقه. صحيح، مع الفرقه دي. صح، لو انت اتبعت العشوائيه والصدفه فلابد انك بتعاقب. صحيح، ولو فتحت الماتشات مع الفرقه اللي زي دي لابد ان تعاقب. لو انت عملت الكرات اللي هي بيطلبها المشاهدين والناس اللي في الاستوديو الممتعه فانت هتعاقب. انا قصدي المدير الفني عمليه معقده لان كل اموره حسابيه. فانت كطلائع الجيش انت محتاج تخرج من المنطقه المظلمة ديت اللي هي اللي تحت. فأنت كنت بتتعامل مع النقطة والثلاث نقاط، كان الهدف الرئيسي بتاعي نمرة واحد هو كيفية الحصول على النقاط عشان تخرج بسرعة. الأداء كان بيجي أنا في تنظيمي أو في تفكيري، وده اللي كنت نقله للعيبة، الرقم اتنين. لو عملت الاتنين خير وبركة، ما عملتهمش يبقى النتيجة رقم واحد. كان على أثرها لما احنا استقرينا، فرقة اكتسبت شخصية، اكتسبت هوية. الفرق بدل ما كانت مستباحة ليك وجاي طمعانة فيك، النهاردة بتهابك. صح، اسلوبك معلوم للجميع. الحمد لله رب العالمين، الكل عارف الاسلوب بتاعك وبيدافع على استراتيجية الطريق العاش. وده يعني في رأيي الشخصي، كونك انك تفرض شخصيتك وفلسفتك على الفرق المنافس فانت كسبت 100%. انا كنت بقول كده في المقدمة عشان دي مش حاجة سهلة، انه ده حتى عند الاهلي والزمالك والاندية الكبيرة يعني في التاريخ هو ما يقدرش طول الوقت يفرض اسلوب، يعني على الاقل دلوقتي ما بتشوفش الفرق الاهلي والزمالك يفرض اسلوبها على المنافسين. اكيد، لكن طلائع الجيش قدر، انت بتبقى عارف طلائع الجيش هيلعب ازاي وفاهم هيعمل ازاي وفي نفس الوقت مش قادر. ايه اللي عمله الزمالك؟ فرض اسلوبه في الفترة اللي تولى فيها فيريرا. صح، فريق اصبح اولا منظم، وده ما كانش موجود مع الزمالك في الفترات السابقة. منظم دفاعيا. صح، منظم دفاعيا. اذا فيريرا نظم الفريق دفاعيا ثم طور في النواحي الهجوميه وكان عنده الكواليتي اللي يخليه يساعده. بالظبط. طيب.